فات في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان الاحتفال بتخريج أول دفعة من الشهادة دي. عيال تفرح وتدي الأمل في إن الحلم مش عيب، وإن اللي يشتغل على حلمه يوصل، وإن بنى البني آدم غاية وهدف مش لازم نسيبهم أبداً. التعليم هو المحرك الأساسي في تطور الأمة وبناء الحضارات، فالحياة مزيج من العلم والعمل. من هنا كانت فكرة إنشاء مدارس النيل الدولية، وصممت أن تكون متفردة منذ عام 2009 بهدف تقديم خدمة تعليمية وتربوية ترقى إلى المناهج والأصول التعليمية الدولية. معرفة في الحقيقة الأمر هي روح الإنسان الحقيقي في المعرفة، فأنا لازم إن أنا لو عرفت حاجة، والد الله يرحمه كان يقول من يعلم فعليه أن يعلم الناس وإلا فلا نفع في علمه. فالولاد اللي هنا دول بيئتهم صالحة، فهم موجودين في مدرسة متميزة، كل حاجة فيها نظيفة، عندهم مدرسين ومدرسات متعلمين كويس ومتدربين كويس بالوسائل العلمية الحديثة عالميا، فدي بيئة مهيئة أو مهيئة لأنهم يتقدموا ويرفعوا شأنهم كلية وتماما. فأنا كنت بقول لهم كده، أنتوا في بيئة كويسة، خلي بالكم أن أنتوا ممكن تعملوا حاجات عظيمة جدا، أنتوا ممكن تبقوا أحسن ناس في العالم. في عام 2015 حرصت الحكومة المصرية على نجاح منظومة مدرسة النيل الدولية بإنشاء وحدة شهادة النيل واعتماد المناهج الدراسية في عام 2016. المشروع مش مدارس، إنما المشروع هو شهادة. شهادة يعني اللي هي شهادة إتمام التعليم ما قبل الجامعة. الشهادة بكل بقى ما تعنيها الكلمة من معنى. فجامعة كامبريدج متساعدنا كانت في إعداد المناهج، في تدريبات المعلمين، في تدريبات قيادات المدارس، في إزاي استخدام تكنولوجيا التعليم، وفي الامتحانات. فإيه هي نظام كامل من المناهج إلى المعلم إلى التقييم. منذ بداية المشروع هناك رؤية واضحة، وهو أن يكون تعليما مصريا نموذجي وعلى أفضل مستوى، بداية من رياض الأطفال حتى الثانوية. بدأنا بالمناهج، وكانت الفكرة الأساسية أن هي تبقى وفقا للمعايير الدولية، أن هي تبقى state of the art، أحسن وأحدث حاجة في العالم. تاني حاجة أنها تبقى بدون كتاب أوحد للمقرر، ودي نقطة مهمة جدا. تالت حاجة على التكامل بين المواد. احنا بنهتم جدا أنه يبقى يعي مشكلات مصر. المشكلة أن احنا عندنا مشكلة تتفاهمها بالحوار، بنعلم أولادنا كيف يقيموا حوار، هو أساسا طالب باحث. تتميز المناهج هنا بالمرونة والحفاظ على الهوية وتنوع المقررات والتربية الموسيقية والفنية وغيرها من الأنشطة. وأول مرة في تاريخ التعليم المصري يتم تدريس ريادة الأعمال والابتكار، وأن يكون المعلم مبدعاً ومبتكراً في طرق التدريس والمهارات المختلفة. هو احنا المناهج عندنا شكلها مختلف طبعاً عن المنهج المصري الطبيعي بتاعنا اللي احنا بنتعامل بيه في جمهورية مصر العربية، عشان كده كان محتاجين مجموعة تدريبات كتيرة. أول ما جينا المدرسة هنا ادونا تريننج ازاي نعرف نشتغل مع الولاد، الاكتف ليرنينج او التعليم اللي هو المرن او النشط. دي تجربة حياتية، مش مجرد تعليم، مش مجرد حاجة انا بتعلمها وبخلصها وبرميها ورا ظهري، انا الحاجات دي مكملة معايا لحد جريد 12 وبعد كده هتنفعني في حياتي نفسها. ادونا تدريبات ازاي هنتعامل مع الطلبة بشكل مختلف. الشهادات الدولية بتعتمد اساسا ان انت الطالب هو اللي بيشتغل مش المدرس، هو كلها اكتف ليرنينج، ان انت بتتعلم بالانشطة. النظام التعليمي بمدارس النيل يبني شخصية الطالب ويكسبه المعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار. اتعلمت ازاي اشتغل مع اصحابي، حتى لو مثلا كنت بكره واحد، ممكن مثلا لو اتحطيت معاه في اي بروجكت اتعاون معاه وفي الاخر نبقى اصحاب. احنا عندنا هنا المواد اللي بندرسها ممكن تكون هي نفس الحاجات اللي بيدرسوها بره، بس احنا بندرسها بطريقه مبسطه اكتر وبطرق تخلينا نعرف نفكر. انا بحب مدرسه النيل عشان فيها اكتيفيتيز كتيره زي البي اي والارت والميوزك، وفي اكتيفيتيز تانية زي التريبس. We learn a lot of activities in our school in art, music, English and social, and we teach many subjects. We have fun in everything in the activities. It's just
I love it. في الدراسة تعلمنا مواد جديدة ومدرسين كانوا بيساعدونا ان احنا نتعلمها بطريقة احسن وما نزهقش منها. نموذج تعليمي جديد متميز يقدم لكل طالب تعليما عالي الجودة، يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع في إدارته وتحقيق أهدافه. نظام المدرسة فعلا قريب جدا من الانترناشونال. كان عندي ابن كبير كان اي جي، انا مش حاسه بفرق نهائي بين مستوى التعليم هنا ومستوى التعليم في الاي جي. طبعا تعليم مختلف تماما بطريقه اكتف ويحببوا الولاد في المدرسه. بنوتي بتستنى اصلا الاجازه تخلص عشان تروح المدرسه. وهنا يصل قطار الرحله الى محطه تحقيق الحلم بتخريج اول دفعه من طلاب شهادات النيل الثانويه الدوليه تحت شعار تعليم مصري عالمي. قد ايه شيء جميل لما التعليم يبقى جميل، وقد ايه ممكن ان احنا نعمله، ممكن ناخد شهاده مصريه، ممكن نتكلم لغتنا بطلاقه ولغات اجنبيه بطلاقه، ممكن نبقى عندنا هويه وننفتح على الاخر، ممكن نتخرج من غير ثانويه عامه، ممكن نطلع متنافسين وعندنا الختم بتاع كامبريدج من غير كل المشاكل اللي احنا خايفين نروح لها. نظام متميز جدا ونأمل ان هو يبقى نواه التطبيق التعليم في المدارس المصريه الحقيقه. تتميز مدارس النيل بشراكه دوليه مع هيئه الامتحانات الدوليه بجامعه كامبريدج التي تقدم الدعم الفني للمدارس. رؤيتنا من خلال نظام التعليم الجديد بمدارس النيل الدولية إعطاء أفضل تمرين وأنشطة لطرق التدريس الحديثة، وأتمنى أن نقدم أفضل أداء لنظام تعليم جيد على مستوى العالم. يحصل طلاب هذه المدارس على الشهادة المصرية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي، والتي تؤهلهم للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج من خلال مناهج دراسية جديدة ومتطورة صممت وفقا للمعايير العالمية. المدرسة دي غيرت حياتي بالكامل، طريقة تفكيري والسيستم بتاعي في الحياة، ده أكيد أنا حاجة يعني ترجع للمدرسة وفضل اللي أنا دخلتها. نظام دراسي مختلف وبيعلمك أكتر من الحفظ والدح وكده، إنك تجيب مهارات تستعملها بعد المدرسة. تجربة فريدة تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع المصري فيما يتعلق بمنظومة التقييم والامتحانات ومفاهيم جديدة وتحسين العملية التعليمية، وتسعى إلى كسر النمط السائد القائل ليس بالإمكان أفضل مما كان. هو بالإمكان لسه في كتير، بس الحقيقة أنا عايزة أعلق على حاجتين أو كلمتين يتقالوا. الكلمة الأولانية كانت لطالب صغير في المدرسة وهو بيقول إن هو الحقيقة بيتعلم إزاي إن هو لما يخش في مشروع مع زميله اللي مش بيحبه وهو اللفظ يكرهه، وأتمنى إن إحنا نغير اللفظ ده. أنت ممكن ما تحبش حد يعني ما ترتاحلوش، بس بلاش كلمة كره، فنعلمها لأولادنا. الكراهية بتاخد مننا اللي يأذيك نزل الستارة بينك وبينه وما تشوفوش خلاص. لكن هو قال جملة ان هو بيتعلم ازاي يشتغل معاه رغم مشاعره، وفي ساعات بيوصل معاه لمرحلة الحقيقة ان هم يبقوا صحاب. اذن هما بيعلموهم المهنية ازاي تبقى محترف، المشاعر تركنها على جنب طالما ان احنا في شغل. المعلومة التانية هي او الجزئية اللي عايزة اعلق عليها هي كلمة دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لما بيقول انه تعليم مختلف بيخلينا الحقيقة نعرف ان احنا ممكن يبقى عندنا نتنافس بس بنشتغل صح، بنتعلم بس عندنا هوية، بس احنا منفتحين على العالم، بنتكلم لغتنا العربية كويس قوي لكن بنعرف نتكلم لغات تانية كويس قوي. احنا محتاجين نعرف ده من غير ما تختل الموازين، لان في السنين اللي فاتت طغى شيء على شيء وطغى اللي بره على الهوية. مع احترامي للتجربة المصرية الوليدة اللي اتمنى ان اللغة العربية فيها تبقى حديث، ولكن في التعاملات والمذاكرة والتقارير العلمية المختلفة، الانجليزي لغة حاضرة، الفرنساوي لغة حاضرة، احنا محتاجين تبقى هويتنا حاضرة. الحقيقة لازم أشكر كمان زميلي رامي الحقيقة على التقرير الرائع اللي عمله بإتقان، فتحياتي ليه. يعني من لم يشكر رامي فالحقيقة لازم يقول ما ينفعش. تحياتي يا رامي. هنا بقى